بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المغربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، حجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العليا، من درجة النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إذا قدر الله وشاء واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل يصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. مفيش حسن برب العباد، مفيش حسن اعتقاد برب العباد، مفيش حاجة بتحصل. حط في المقام الأول والأخير الاعتقاد، حسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. بأمر الله ما زلنا بنواصل حلقات ودروس وفوائد البخورات. عملنا من قبل بخور الكنائس الأصغر، كنائس الأوسط، الكنائس الأعظم، وهو ده اللي عليه المدار، لأن في تركيب جواه الطقس الحبشي وتركيب الطقس المغربي. ايه التركيب؟ وزي ما وعدتكم بفضل الله ربنا وفقني وقدرني، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تركيب الطقس الحبشي. وبإذن الله الفيديو القادم إن كان في العمر بقية الله المستعان هننزل تركيب الطقس المغربي. فإلى الفائدة توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفائدة بتاعتنا النهاردة هو تركيب بخور الطقس الحبشي. تعرف على قوته الروحانية وتأثيره الإيجابي. ده عنوان الفائدة بتاعتنا. متوكلين على الله، يقال إن هو عن، يقال إنه هو عن اسكندر ذو القرنين، والله تعالى أعلى وأعلم. وهو مركب من 10 أصناف، وإن شاء الله كلها متوفرة. واحد قشر عنبر متوفر ومعروف ورخيص الثمن، 24 درهم. خد بالك، ده كان في زمن اسكندر، درهم، ما كانش فيه جرامات. الدرهم عندنا، الدرهم يساوي 3 جرام، الدرهم بيساوي 3 جرام.
يعني الدراهم دي هتضربها في الجرامات عشان تحولها لجرامات في زماننا وعصرنا. هو كان بيتكلم في زمنه هو، في حاجة اسمها جرامات درهم، احنا عايزين نحولها لزماننا. الدرهم بيساوي في الوزن 3 جرام، خلاص. طيب اتنين زيت ورد، مش ماء ورد، زيت ورد 76 درهم، رقم 3. عودة قماري 6 درهم، عود رقم 4، عودة قرح، هو اسمه كده عودة قرح 6، معروف ومتوفر 36 درهم، رقم 5. مستكة تركي حرة 76 درهم، رقم 6. لبان ذكر 6 درهم، رقم 7. سندروس أصفر 6 درهم، رقم 8. مقل أزرق، مقل أزرق 6 درهم، رقم 9. مقل، قلنا مقل أزرق 6 درهم، جاوي تناصري، طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا على الجاوي التناصري. القديم معايا والمتابع عارف انا دايما بكلم الحديث على عيلتنا الكبيرة، جاوي تناصري اللي هي البيضة، هتلاقيها زي السكر النبات. جاوي تناصري 3 درهم، رقم 10. ميعا سائلة 10 درهم، دول 10 أصناف. الشرح، يسحق الجميع، يسحق الجميع اليابس منها ويعجن بالسائل ويعمل حبوب مثل البندقة وترفع في الظل 40 يوم لوقت الحاجة. ايه الكلام ده يا ابو محمد؟ مراجعة سريعة بسرعة. تركيب بخور الطقس الحبشي،
تعرف على قوته الروحانية وتأثيره الإيجابي. يقال والله أعلم إنه هو عن إسكندر ذو القرنين، وهو مركب من 10 أصناف، قشر عنبر 24 درهم. وإحنا قلنا الدرهم هو بيتكلم في زمنه، إحنا عايزين في زماننا، هو ما كانش عنده جرامات، إحنا دلوقتي ما عندناش درهم، عندنا جرامات. الدرهم يساوي 3 جرام، يعني هتضرب ال 24 درهم في الثلاثة يديك الجرامات بتاعته. زيت الورد 76 درهم، عودة كماري 6 درهم، عودة قرح 36 درهم، مستكة تركي حرة ما لقيتش بدلها مستكة إيراني 76 درهم، لبان ذكر 6 درهم، 7 رقم 7 سندروس أصفر 6 درهم، رقم 8 مقل أزرق 6 درهم، رقم 9 جاوة تناصري 3 درهم، رقم 10 نعسيل 10 درهم. اليابس منها الناشف يسحق زي البودرة زي الدقيق، يسحق ناعم جدا، ويعجن بالسايل. ايه هو السايل؟ هو ميع السايلة وزيت الورد. وزيت الورد اهو، زيت الورد والميع السايلة هما دول السايلين. عندنا 8 أصناف، ناشفين يابسين يسحقوا كالبودرة، وعندنا صنفين سائلين، زيت الورد ويكون زيت ورد حر مش ماء ورد، زيت ورد، زيت ورد أبهوري، زيت ورد طائفي، أي زيت ورد يكون حر نقي، والميعة السائل، ويعجنوا بالسائل ويعملوا حبوب مثل في حجم تعملوا في حجم البندقة، تعملوا في حجم البندقة. آدي نوادر وكنوز العلم، وهذا الكلام ده نادر، انا ما بقولش انك مش هتلاقيه، انا بقول نادر تلاقيه في اي مكان، نادر بنظرة الماس، لان هذا مش موجود في كتب، ده مأخوذ من صدور الرجال الصالحين الاولياء العظماء، من صدور الرجال، هو بين ايديك قدامك، ده بفضل الله تركيب بخور الطقش الحبشي اللي هو جزء من حلقة او درس او فايدة بخور الكنائس الاعظم، موجود في تركيب الكنائس الاعظم الطقش الحبشي والطقش المغربي، التركيب زي ما انا قايل لك، ما ينفع قناتي مركبه خطوه على خطوه، ما ينفعش تاخد من النص وتسيب الاول، مش هتفهم حاجه، مركب العلم واحده واحده، كل شيء مركب على بعضه، لازم ترمي الاساس الاول، بعد كده تبني الدور الاول، تبني الدور الثاني، كله مركب على بعضه، وما ينفعش انك تاخد كلمتين من الفيديو وتجري في الاخر وبعدين ترجع تاني في الاول، مش هتفهم حاجه. مش انا وبس، اي محتوى تعليمي لازم تشوفه من الالف للياء، والا ما تخشوش اي محتوى تعليمي، اي حاجه عايز تتعلمها لازم تشوفها من الالف للياء، وما تستعجلش، ما تجريش حته وتمشي في حته وتيجي في حته، مش هتتوه، مش هتفهم حاجه، لازم تشوف اي محتوى، او اي، مش انا بس، اي محتوى تعليم عايز، انت راجل عايز تتعلم لازم زينا كده زي ما احنا عملنا الصبر، ولازم نفهم العلم في حاجه اسمها الف ب لغايه الياء، مش ما ينفعش ادرس حرف الالف واخش على القاف، الف ب واحده واحده، 1 2 3 خطوات، دي نصيحة لوجه الله. يعني أنا فوجئت إن في حد من أتباعي وأحبابي شايفين الفيديوهات السابقة وشرح كل حاجة بالتفصيل، وبص ألاقيه بيسألني على حاجة أنا شارحها مرتين في قلب الفيديو، في قلب التعليق بيسألني على الله،
واضح انك انت جريت الفيديو او دخلت على ربعه او على نصه. فبقول له لا، ما انا شارح لك، ارجع راجع تاني. فبيرجع يراجع تاني، يرد عليه يقول لي انا اسف والله، اصل انا جريت الحته دي. الله، ما انت هتتعلم ازاي جريت ايه؟ الله، انت لما بتخش تتعلم واحد اتنين تلاته من واحد لغايه 100، بيعلمك واحد 50 70 ولا واحد اتنين تلاته؟ الف ب الف ب لما ه ولا الف ب ت س؟ اي محتوى تعليمي اكرر، عايز تتعلم في اي محتوى تعليمي اصبر وامشي معاه خطوه بخطوه خطوه بخطوه، والا ما تخشش اصلا. يا ما هو يا علم يا لا علم. ده كنز من كنوز العلوم، دي درر ثمينه لا تقدر، حافظوا عليها. نادر تلاقي الكلام ده في اي مكان، ولا ادعي ان ما فيش يكون غير، لا 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 موجود، بس نادر نظرة الماس. ربنا يوفقكم، وان شاء الله ان كان في العمر بقية فاضل الحلقة بتاعت او درس او فايدة تركيب بخور الطقس المغربي اللي دوخ الناس ومجنن الناس. التركيب الطقش المغربي التركيب، وده الطقش الحبشي التركيب. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة، أرجو من الله سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم وأرشدتكم إلى الخير وإلى ما يحبه ويرضاه، وأتمنى لكم كل توفيق من الله وفي أمنه وحفظه ورعايته. والتواصل معي على الواتس من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.